نقسم لك بالله العظيم الا كاين مسكين اللي كيشوف اللحم غير عند الكزاف ما تدخلش لدارو. انا اقسم لك بالله الا كان عارف الناس ما كيتعشوش. انا كنشوف المصير ديالنا بحالي للشباب بحالي الهاوية والتقوية الواد. مشاهدي قناة مغرب تايمز، اهلا ومرحبا بكم. اليوم خرجنا للشارع نسولوا المواطن المغربي شحال كيشد في الصالير ديالو، وهذا الصالير واش كافي انه يلبي الطلبات ديالو، وهذا الصالير واش كافي انه يسافر به ويدور به الوليدات ويتقدى به اللحام والديسير في ظل هذا الغلاء اللي كاين. هذا الشيء كامله غادي نعرفوه من خلال الاجوبه ديال المواطنين. خليكم معنا. شحال المدخول الشهري ديالك؟ 2000 درهم. انا استاذ خدام هادي 7 سنين، دابا عندي 5500 درهم. انا 500 درهم. ما خدام ما ردام في هاد البلاد هادي ضايعين حتى الخوادري ما نكذبش عليك. لا ما عندنا حتى واحد خدام. واش عايشين؟ انا مراه رجاله. والو ما كندخل انا ما خدامش. 3000 4000 درهم. لا مويان 3000 درهم. مويان كاينه بعد خطرات نقول 1000 درهم 16000. كل خطرة واش كنصوروا؟ ندخل فين هو المدخول؟ والو ما حتى ندخل والو. 400 فرانك تقريبا 380 فرانك هكا. وتقريبا 1500 درهم في الشهر وتخلص منها الضو والماء والصيد. واش هاد الدخل كيكفيك للشهر؟ على اللي عالم على الحق، راه حنا الوقت حالة ضعيفة. راه الخبز ما بقى البطاطا خيزو مطيش هذا الشيء كله راه غالي على المسكين. والدجاج عباد الله ب 480 460. راه حنا مساكين الله يحسن العون. انت دابا الكفه كندور غير باش ندير الولاد ما ياكل. واشنو؟ وجاي من هيك باها. الله ينصر سيدنا، الله يحفظ لنا ملكنا. ولكن راه حنا واصل فينا العظم. ما نكذبوش على الله. والله ينصر الملك. هاد الناس كلهم مساكين. راه حتى واحد ما يقدر يخون. اللهم تسع ولا تخون. لا الا كتخلص لك راه ما غاديش تعيشك. ما تعيشكش و غيخصك الحساب. خدام في مدينه كبيره، الكراكيت ديال ليا تقريبا 2000 درهم، المصاريف ديالي ما بين الترونسبور والكونسوماسيون ديالي شي 2000 درهم، ومازال بالتقشف 4000 درهم مشات. الوالدين نصيفط لهم 1500 درهم، مع الوالد ما كاينش توفي. شحال تقريبا كتقريبا؟ صافي هذيك 5500 درهم راه سديتها. دابا حاليا عندي 36 عام، ما كنفكر لا في الزواج، ما كايناش القدره لا ندير شي بارتمان لا ندير شي طوموبيل لا حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي تعطونا تيكفينا نيشان، وهذا الشيء موظف ديال الدوله، فما بالك بدوك الناس اللي ما تيشدوا حتى شي حاجه. اجي اميره اميره، وبالخصوص هاد الاسعار غاديين وكيتزادوا، دونك في المستقبل راه غير الراجل توقع اننا نسعى ولا ندير شي حاجه اخرى من غير. لا ديما مخصوص، ديما مخصوص لا انا ولا غيري. عايشين بلا اله الا الله. كان من هنا كنتوشيات البريكولات وصافي. هاد البلاد طايعين فيها الشفاره كلاونا وتا خويا. ما خدامين ما رتامين في هاد البلاد، ما كايناش الخدمه فاش تخدم، وإلا خدمتي ما غاديش تخلص في هاد البلاد هادي. المصير ديالنا دابا أنا كنشوف المصير ديالنا بحالي للشباب بحالي الهاوية وتا خويا الواد. منين أودي؟ وحنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما غاديش تكفيك. ويا جميع المسائل راه حنا كاع مغاربه، راه كتشوف الزيادات اللي كاينين، المسائل اللي كاينه فاش غادي تزيد؟ 60000 راه ما تقدك حتى مع جوج وليدات الا عندك وكاري ومسائل، كيف دير معاها؟ لا ما كافياش. غادي تخسر فين 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 غادي تشفيك اودي؟ كلشي غالي، ما كاين حتى شي حاجه رخيصه. شكون رخيص دابا؟ حتى حاجه. واخا ما كتكفيك اش غادي دير؟ بنادم يقنع. نحمد ربي ونشكروه. واش كتشري اللحم والديسير للدار؟ ونقسم لك بالله العظيم الا كاين مسكين اللي كيشوف اللحم غير عند الكزاف ما تدخلش لدارو. لا منين كان هاد الغلا ما باقي دير والو. هاد الايامات منين كان هاد الغلا يلا دخلت فيها الضو والماء والمسائل والديبان وصافي. المهم ثاني كتشرى اخرى خصك كتدخل في الشهر اخر الديبان باش تعيش. الديسير الديسير صعيب باش يقدر اليوم تشري الديسير وما تشريش الخضره. اليوم تقدر تشري الديسير وما تشريش الخضره. واش بطاطا ب 180 10 درهم والبانة ب 100 درهم ها؟ لفوقها ب 7 درهم وفين غادي؟ انا اقسم لك بالله الا كان عارف الناس ما كيتعشوش. مره مره كنديو الدجاج. واحد ما كيتدخل والو باش غيشري اللحم. مره مطلقه عندها الولاد باش غتشري اللحم. ما يمكنش. واش كدير اللحم الى اللحم من العيد للعيد ولا مره مره ديك 20 درهم مع الوليدات ولا شي حاجه؟
ومازال ماشي مداومه راه سير 15 يوم للشهر عاد كياكلوا دوك الوليدات داك العام ولا شي مساله بحال هكا شويه حساب الوقت دير دي سير كدير كل شويه كاين شويه الناس ملي كاين عائله راه ما يقدرش كاع يدير داك الشيء اللحم ديالك الديسير ديالك لوليداتك وبخير وعلى خير الصيف. واش كتسافر؟ لا ما تسافرش لا السفر الا قدي غير على راسك هاد الايامات ما تقولها لحد ها الا تكفي تاعها مع راسك السفر الا تقرمتي تتشيط 1000 درهم ولا 1500 درهم وتتخصك في شي حاجه اخرى 5000 درهم ولا 6000 درهم ما بقاش كافيه ولو يزيدوا 2500 درهم يلا غنشدوا التوازن وبزز مازال فين غتسافر الا مرتي ما داويش خليت تسافر الا مرتي لا السفر ما كاينش لا لا ما عمرنا كاع عرفنا شنو هي التسافيره باش نكونوا واقعيين التسافيره اللي كنعرفوا هي الدار الخدمه من الخدمه للدار من الدار للخدمه هذه هي التسافيره ديالنا انا كنصور 60000 80000 وباغي تخيم بها وباغي تصيف بها مع الوليدات راه ما يمكنش شي حاجه امبوسيبل المغربي راه عايش بالقدره الالهيه صافي شتي المغربي عايش بالقدره الالهيه والنفسيه باش عايش كلشي غالي كون ما فيهش النفس ما يعيش النفس باش عايش مخرج عينيه مقاتل مسائل هادشي هذا هو المغربي ما تنسافر وما تندورو لو السفر ما كاين السفر السفر ما حدنا حد خلا حد الفلوس اللي بدوز حدنا حد البلاد لازم كل واحد على حسب مواقفه ان استطاع ان يجول فهو اولى ولكن في هذه الظروف من باب اولى ان ياخذ الانسان مسكن حتى يفتح الله بابا اخر فين غادي تسافر تمشي فين غادي تسافر حدك هاد المدد الفلوس اللي كيقول له فين غادي تمشي ما عندك فين تمشي السفر ما كان صافاش حدني الدار الخدمه الدار على قد الحال المهم على قد الحال واخا ما كافياش انتم كيما شفتوا معنا الاجوبه ديال المواطنين صراحه المواطن تقهر كاين اللي خدام ب 3000 درهم 2000 درهم 1000 درهم ولكن ما كيلبيش جميع الطلبات ديالو اخنوش ورك على المغاربه وكثر على المغاربه والى هذا كنقول لكم شكرا على المتابعه الى اللقاء.